بدعوة من الفصائل الفلسطينية عم إضراب شامل مناحي الحياة كافة في قطاع غزة، بالإضافة لتنظيم مسيرات ومظاهرات جماهيرية حاشدة في الضفة الغربية، تنديدا ورفضا لمؤتمر البحرين الاقتصادي الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية. تأتي هذه الفعاليات اليوم رفضا لمؤتمر المنامة، مؤتمر البحرين، هذه الورشة التي يهدف من خلالها المجتمعون مع رأس الشر ورأس قوى الاستكبار العالمي أمريكا وهذا الكيان الصهيوني من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتمهيدا لتطبيق صفقة القرن بخطوات اقتصادية وبيع لقضية الفلسطينية بثمن بخس بعض الدولارات من أجل أن يحافظ هؤلاء المجتمعون اليوم على عروش. أقول لليل غادر وللعواصف ربي فإذا سقطت شهيدا. الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي لمؤتمر البحرين يأتي للتأكيد على أنه مؤتمر يهدف لتطبيق الشق الاقتصادي من خطة صفقة القرن التي يعتبرها الفلسطينيون خططا لتصفية قضيتهم والتنكر لحقوقهم في الحرية والاستقلال. من يريد أن يستمع للموقف الفلسطيني الحقيقي يجب أن يستمع لهؤلاء الذين أمضوا أكثر من نصف عمرهم دفاعا عن المشروع الوطني الفلسطيني. شعبنا الفلسطيني كما أفشل عشرات بل مئات مشاريع تصفية القضية الفلسطينية سيفشل مشروع ترامب وسيفشل صفقة البحرين ولن يقبل بالحلول الاقتصادية والإنسانية على حساب الحل السياسي. استضافة بلد عربي للمؤتمر بالإضافة لمشاركة دول عربية أخرى فيه أمر يعده الفلسطينيون جريمة وتناسيا لتضحياتهم ولتحقيق منافع اقتصادية خاصة بهم، لكنهم في المقابل حيوا رفض ومقاطعة دول عربية أخرى للمؤتمر. هذه القضية الأولى المركزية كانت للعالم العربي والإسلامي، تباع بأبخس الأثمان، تباع فلسطين مهرها غالي، مهرها مزيدا من الدماء والشهداء والأرواح والأسرى والمعذبين، يباع بثمن بخس، لا يمكن أن نفرط. جئنا إلى هنا لنقول لا لمؤتمر البحرين، هذا المؤتمر الذي يتآمر على شعب فلسطين وتاريخ شعب فلسطين وقضية الشعب الفلسطيني، هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم. يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية أكدت أن الشعب الفلسطيني لن يقبل أبدا بمخرجات مؤتمر البحرين. إضراب شامل وفعاليات ومسيرات في كافة المدن الفلسطينية تؤكد الموقف الرسمي الفلسطيني وكذلك الشعبي الرافض لمؤتمر البحرين، مؤتمر يعتبرونه مدخلا وتمريرا لصفقة القرن. محمد سالم روداو، غزة، فلسطين.